بامي لصانيا تونس. لا حل لمواجهة التطرف إلا بالمساواة في الحريات. فالتطرف ظاهرة متفشية عالميا لها عديد الأسباب والتبعيات، من بينها حب الذات والتأثر بالعرف والعادة. لذلك وجب سن قوانين تساهم في إلغاء التطرف، وبعض الأحيان استعمال وسائل الضغط كحل من أجل تكريس القوانين والعمل بها، وأيضا تغيير العقلية من خلال التوعية مع تضافر الجهود بين نشطاء المجتمع المدني والدولة في إطار يكون سلمياً.